مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم لقطات وزوايا. حلقتنا النهاردة مختلفة عن كل الحلقات اللي فاتت لأن هنتكلم عن الأحلام. كل حلم بيكون وراه لغز أو رسالة، كلنا بنحلم بس مش عارفين تفسير الحلم ده إيه، وكل شخص بيختلف تفسيره عن التاني، وفي أحلام بتكون متشابهة ومتكررة عايزين نعرفها. في أحلام كلنا بنحلمها زي اللي بيقع من مكان مرتفع أو بيحس بخنقة وهو نايم. كل ده هنعرفه مع فضيلة الشيخ إبراهيم حمدي مفسر أحلام. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة سارة. أهلا بحضرتك. عايزين في الأول عايزين نعرف الفرق ما بين الحلم والرؤية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا هتكلم بس بإيجاز عشان وقت الحلقة. تمام. الرؤية أي شيء يظهر أمام الإنسان فيه الخير ويظن بأنه فيه الخير فهذا رؤية. زي إيه على سبيل المثال؟ زي رؤية الأنبياء، الأولياء، الصالحين، المساجد، زي رؤية الكتب السماوية، رؤية الجنان، البحار، الأنهار، رؤية الثمار، رؤية النساء، وقيسي على هذا المنوال رؤية الملائكة، رؤية السماوات، رؤية الأرض، رؤية الأفراح، كل دي رؤية. كل هذا رؤية. إنما الحلم أي شيء فيه شيء يكون مزعج فيه القلق والطرب يكون هذا حلم. زي مثلا إيه؟ القتل، الذبح، الصلخ، المطاردات، الوقوع من أعلى إلى أدنى، الاغتصاب، عالم الجن، النيران، الحروب، كل هذا يسمى بحلم. هناك شيء آخر يسمى بأضغاث وأحلام، اللي هو الشيء يأتي تفكير على العقل الباطن. واحد مشغول بقضية في المحكمة يقعد الليل كل يحلم فيها، دي اسمه كما قال في سورة يوسف أضغاث وأحلام. أضغاث وأحلام، والله أعلم. طيب دلوقتي لو حد حلم بالرسول أو ربنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، دي بتبقى رسالة منهم؟ لا، في فرق بين رؤية النبي وفي فرق بين رؤية الله. رؤية الله ده موضوع كبير قوي قوي قوي. ايه الفرق؟ طيب اقول لك انا. اولا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان تكون الرسالة بتاعتها واضحة كوضوح الشمس. وباقل اغلبية الامور ان رؤية النبي يكون ان صاحب المنام الله يرضى عنه رضاء طيبا جميلا عظيما. اما رؤية الله، الله لا يرى والله لا يوصف، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تواريه سماء سماء ولا أرض أرض. إذا جاء الله في المنام لابد أن يأتي على هيئة نور أو يأتي على هيئة إيحاء بأن الله موجود في هذا المكان أو على هيئة حديث كلام. إنما كون يرى الله رأي العين اللي فيها كلام وفيها خلاف شديد جدا، بس الرأي الراجح والأفضل والأحسن والأعظم إن ربنا لا يرى لا في حقيقة ولا في منام، والله أعلم. طيب واللي بيشوف اسم ربنا أو لا إله إلا الله، كل في ناس بتشوف؟ لا، حددي اللي كلمة الله وحديها لها معنى. لها معنى. ولا إله إلا الله لها معنى تاني. ولا إله إلا الله لها معاني كثيرة جدا. طب ما نقول دي ونقول كلمة دي. الله يدل إن ربنا سينصر الرأي على الأعداء والحاقدين والحاسدين وسينصره الله على كل من يعاديه. تمام. إنما كلمة لا إله إلا الله يدل أن صاحب المنام من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، وسيحفظه الله من البدع والخرافات والأباطيل ومن أمور الشعوذة. صاحب المنام سيتوفاه الله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى قول لا إله إلا الله، يعني معناها حسن الخاتمة إلى صاحب المنام. كلمة لا إله إلا الله تدل على المناسبة السعيدة وعلى الفرح وعلى السرور، وأشياء تأخذ حلقات في حلقات في حلقات في كلمة لفظ لا إله إلا الله، والله أعلم. طيب دلوقتي في احلام كتير احنا يعني كلنا بنحلمها. تمام. اللي احنا نايمين نحس ان احنا مثلا طايرين او نقع من مكان. الذي يطير في الهواء او يمشي على الماء. في واحد يطير في الهواء، واحد يمشي على المية. وهذا لن يحدث في الحقيقه ابدا على الاطلاق. فمن طار في الهواء او مشى على الماء فهذه كرامه من رب السماء الى صاحب المنام. ربنا حيجعل له كرامه وحيجعل له بركه، وإن ربنا حيجعله على الاستقامة وحيجعل علاقته بينه وبين الله علاقة عظيمة جدا إن شاء الله. طيب في ناس بقى تحلم تقول أنا حلمت الحلم ده عند أذان الفجر. تمام. إيه الفرق إن واحد ممكن ينام العصر ويصحى المغرب عادي يعني وبيكون حلم برضه؟ هو الـ 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 الشائع في علم الرؤى والأحلام يقول لك أفضل وقت تحقيق المنام قبل أو بعد أذان الفجر، مع إن هو الوارد عن سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو له
باع في علم الرؤى والأحلام أن الرؤيا التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام، وهي جعلت أجمل قصة في القرآن قصة سيدنا يوسف، ولها قصة طبعا جميلة. الرؤيا التي رآها سيدنا يوسف كان في صلاة بعد، يعني في الظهيرة بعد صلاة الظهر مش بعد الفجر. فالرؤيا في أي وقت رؤيا، والحلم في أي وقت وقت. حلم، ملوش ميعاد محدد. تمام، معانا مداخلة من مدام منى. أهلا بحضرتك. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام. وبركاته. معاك فضيلة الشيخ، اتفضلي. أنا عايزة أقول له، بس أنا حلمت بسيدنا محمد صلى الله عليه السلام وسلم، اللي هو جايب وسط جوزي 3 أيام، اللي هو يصوم أول يوم وتاني يوم وتالت يوم، عشان جوزي يعني ربنا يصلح له. أنا يعني لا قولي عشان ربنا، عشان يصلح لك زوجك، صوم ال3 أيام دول وتبعد عنها. لا، هو بيقول له اعمل ايه في ال3 ايام دول؟ صوم صوم صوم. تمام كده، تمام، تمام، الرؤية وضحت. شكرا لحضرتك. لهذه رسالة أن هذا الرجل يصوم كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالصوم ربنا سيصلح له الزوجة، وربنا هيصلح له أمور كثيرة جدا في حياته لو صوم، لو صام ال3 أيام اللي أخبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والله والسلام. أعلم. طب نيجي بقى عند المتوفي. لا واحد، ناس بتحلم مثلا حد متوفي جه ادالها حاجة أو خد منها حاجة، لا، هو في فرق بين الأخذ وفي فرق بين عايزين الأعطاء. برضو اللي أعرف الفرق من حضرتك. وفي فرق بين أخذ إيه وأعطى إيه. في فرق. نعم. اولا هو الافضل في علم الرؤى والاحلام انك انت تاخذي من الميت، ناخد الافضل. منه. ولو خد منك الميت في بعض الاحيان، مش في معظم الاحيان، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده والله ده الشيخ فسر على التلفزيون ان الميت لما ياخد حاجه معناه يموت، لان في حي شائع في فعلا علم الرؤى في ناس والاحلام، كتير جدا بتقول والناس الموضوع ده. بتتشائم وناس ايوه صح. بتبكي وناس بتصرخ ايه فيه ده، انا شفت والله ان جي جدي او جي زوجي اخذ ابني مني، فمعناه موت. لا، مش معناه موت، على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي. بس هو دائما في معظم الأحيان الأخذ من الأموات أفضل من أن هو يأخذ منك. تمام. طيب وبعد كده يرتب على حسب إيه؟ على حسب الرؤية وعلى حسب الشيء اللي هو ادهولك واداك إيه وأخذ منك إيه وحال الرأي إيه. هو اللي شاف المنام ده، دي أنسة ولا متزوجة ولا مطلقة؟ كل ده بيفرق من شخص ما لشخص. يفرق من رؤية لرؤية ومن شخص لشخص. لو معاه أولاد تختلف عن الأنسة، وتختلف عن ايه؟ عن المتزوجة، المتزوجة. ويختلف عن المطلقة. دي في علم الرؤى والأحلام، والله أعلم. الله أعلم. معانا مداخلة من أم حمادة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بيك، اتفضلي، معاكي فضيلة الشيخ. ماشي حاضر. اتفضلي. اتفضلي يا أم حمادة، السلام تعالى عليكم. أهلا بك يا شيخ إبراهيم. أهلا بك يا أم حمادة. أنا ليا رؤيتين. اتفضلي يا أم حمادة، ارفعي صوتك شوية. رؤيا شفتها يعني من قريب، شفت حماتي هي متوفية تمام، بس ملفوفة في حاجة كده بيضة وما شفتش ملامحها، بس ما في 2 شباب خدوها من جوه البيت طلعوها كده بره عشان يعني عشان يجهزوها. وبعد كده شفت نفسي أنا في المنام لابسة فستان رود قصير، تمام، لابسة شبشب نفس اللون، بس في الحقيقة أنا ملبش قصير خالص، تمام، ومستغربة عن نفسي وماسكة شحنين في إيدي مديهم لحفيدي، بقول له خد شيلهم في الدولاب عشان ما يضيعوش. في واحدة مش متأكدة منها، ما أعرفش مرات ابني ولا مين شايع عيله، مرات ابني وأمها جوا لابسين أسمر وقاعدين جوا وبيعملوا أكل، قالت لي تعالي بصي عزاتي رايحة هن عليها، رحت واجعة على جيت على رجلي وإيدي زي ما يكون بصلي، وضحت على رجلي على إيدي زي ما سجود الصلاة. تمام. وبعد كده وصحيت على هذا المنام. ده يدلي يا ام حماد ان ربنا حفظك من النصائب والاحذان موضوع حماتك، وان هم قالوها الاشياء التي ذكرت، موضوع الملابس اللبس اللي انت كنت لابساه بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه، وموضوع الشبشب ده يدل ان ربنا هيسترك ولن يفضحك ولن يخزلك. انت كنت مش عارف الشواحن او ما شابه ذلك، ده يدل ان ربنا هيتم لك امر من الامور، في امر معين ربنا سيتم وسيكمله الله لك في الايام القادمه. الله. وإن ربنا هيديك مناسبة سعيدة في الأيام القادمة يا أم حمادة. شكرا يا أم حمادة، والله أعلم. طيب عايزين نعرف برضو الأحلام اللي بتبقى متكررة، الواحد بيحلم أحلام كذا حلم،
لو الحلم تكرر معناه على تأكيد تحقيق المنام، تحقيق يعني المنام. واحد تزوج في المنام، في المنام تزوج أكثر من مرة، اه يدل على تحقيق المنام، والتحقيق بتاعه سيكون في وقت قريب، في وقت وجيز، طيب. والله أعلم. طب كان معانا برضو من رسائل الصفحة واحد حلم نعم. ان هو بيأذن وصوته كان واضح وبيصلي بالناس. الأذان يدل أن ربنا سيمن عليه بالاعتمار إلى بيت الله الحرام. الأذان يدل أن ربنا حيتمول له أمر من الأمور. الأذان ربنا سيمن عليه بالطاعة لله رب العالمين. ولما يكون في المقدمة أو يصلي بالناس إماما، فيدل على الرفعة والشأن الطيب والجميل والعظيم في البلاد والعباد. هو حيكون إنسان محبوب وإنسان مألوف، يحبه الكثير ويألفه الكثير، ويدل إن ربنا حيكون راضي عنه رضاء عظيم جدا، والله أعلم. الله أعلم. معانا مداخلة من أم مريم. أهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك، ممكن تعلي صوتك بس شوية؟ ممكن أكلم الست؟ اتفضلي يا أم مريم وعلي صوتك ووطي صوت التلفزيون. بقول لك يا ست، أنا لما بشوف رؤية من ملامح أو فيديو أو أي حاجة، لازم يعني. ممكن توضحي بس صوتك شوية؟ خليكي مكان في شبكة يا أم مريم. انا في الشبكه. تمام، قولي. انا لما بشوف رؤيه، سواء مثلا لو بيحصل فرح اشوفها، لازم لما بشوفها لازم بتتحقق، يعني لازم تتحقق. بتتحقق. تمام كده، خلاص تمام. مبروك. في ناس تتحقق لها المنامات مبروكه دي. وفي ناس لا تتحقق لها المنامات على الاطلاق. ايه السبب بين ده وبين ده؟ أولا الذي تحقق له المنام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خلصت نيته صدقت رؤيته. يعني اللي نيته تكون خالصة ويكون قلبه صافي نقي أبيض، غير كاره أو غير حاقد أو غير جاحد على أحد، الله جل وعلا يحقق له الرؤية كفلق الصبح. وفي ناس تشوف المنام كده وهي نايمة كده، تصحى كده الرؤية تتحقق قدامها. سبحان الله. يعني في واحد من الناس، مش ممكن عشان بتفكر فيها كتير. لا، واحد من الناس يحلم ان فلان قد توفاه الله. وفي الصعيد، زي في صعيد مصر، اللي متوفاه الله من في الميكروفونات في المساجد، يصحى كده يستيقظ يقول لك توفي الى رحمه الله فلان الفلاني. ما رآه في المنام تحقق له على الفور في الحقيقه. لا، في واحد لا يتحقق رؤياه، دي تأويله ايه؟ يدل انه مصاب بالحسد. الحسد يؤجل تحقيق المنام، والله اعلم. معانا مداخله تلفونيه. ندى، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. الحمد لله. ممكن تعلي صوتك شويه؟ انا بس عايزه بس اسالك، انا لما انا نايمه حلمت زي ممكن توطي التلفزيون بس شويه؟ وطي التلفزيون. انا حلمت انا ونايمه زي ما يكون مثلا ايه الجوال والطلاق، ورحت جيت انا قاعده مع عمتي، فراحت مامتي، راحوا جم الناس قاعدين كده، راحوا جم قالوا لها ايه، لا ده هي كده هتترحم، فلقيت ماسكه صليب وعماله اقول ايه هو ده، وراحوا جم بعد كده خدوني على الكنيسه، وزي ما يكون ايه خلوني اتجوزت واحد من الكنيسه. انا ونايمه بحلم على طول، يعني ايه احلام كده. انت في حد اذاكي في الحقيقه او في معاكي مشاكل في حياتك؟ ايوه. بس ما توضحيش حاجه، ما توضحيش حاجه على الهوا، قول او لا بس كده. ايوه هبصرك ان شاء الله. هي مصابه بنوع لدي. من انواع الاذى الشديد. فيفضل تعمل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، تحصن نفسها بايه الكرسي. ومش هي بس، جميع الامه. يعني في الصباح والمساء سنه النبي اقرا ايه الكرسي تحصني من الحسد، من السحر، من الهم، من الحوادث، من الكوارث، من كل سوء. فهي مصابة بأذى شديد جدا جدا جدا. هو ممكن واحد يكون معمول له عمل أو سحر ويحلم بكده؟ أكيد، مش ممكن، ده أكيد، ده أكيد. والله أعلم. بيقولوا الشعر والمسامير. لا، ده حكاية، ده عشان أقول لك العلامات اللي هي، مش هتكلم على نقول السحر. بعضها. طيب، يعني مثلا من ضمن اللي انت ذكرتيها، أيه. لو رأى في آلام مثلا، فين؟ في المفاصل، آلام في الظهر، صداع في الرأس، ده في المنام. الحقيقة برضه يختلف. ولو رأى النمل، النمل يبين ان هناك أذى شديد جدا. أكثر أشياء تبين على الأذى اللي هو الوزغ، اللي يقول عند حدانا كده في مصر
اللي هو البرص، ولذلك البرص ده وحش جدا سواء كان في الحقيقة أو في المنام. البرص علميا ما يخرج مادة سامة مضرة جدا جدا تضر البني آدم، ولذلك لما يكون في برص ما تناميش غير لما تقتليه. والنبي عليه طب الصلاة ولو ما والسلام قتلش بقى؟ أمر من الحاجات الخمسة اللي أباح قتلها أيوة النبي عليه الصلاة دي والسلام. حقيقة. يعني حتى أنا وأنا مدرس وأقرأ، أنت طب صوتك ليه النبي أمر بقتل البرص مع إنه مش مضر، ما عندوش نوع أنواع الأذية؟ قال لك الجلد بتاعه يخرج مادة يعني مهلكة للإنسان أكتر من الفئران، والله أعلم. الله أعلم. طيب معانا أم محمد، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام. وبركاته، اتفضلي ازيك معاكي. يا سيد؟ الحمد لله أم محمد تمام. زي الصح. الحمد لله، اتفضلي خش على الرؤيا. لو سمحت، ابني حلم ان ابوه متوفي، وحلم ابوه ان ابوه بيقول له في كلاب بتطلع على السطح، وكل ما بشدهم بينزلوا تاني، بيطلعوا تاني، اشهدهم ويطلعوا تاني، فمش عارفين الحلم ده ايه. يا أم محمد ايوه ده في حد كاره وحاقد وجاحد على آل بيتك سواء لك أو لأولادك، ولا يحب لكم الخير ولا يحب لكم راحة ولا سعادة، ودي أصلا طبيعة في كثير من الناس، والله أعلم. شكرا. أصلا ربنا يحفظها ويحفظ يا رب. أولادها وأسرتها إن شاء الله، يا رب. والله أعلم. طب نرجع تاني برضو للحشرات. نعم كل حاجة بيبقى ليها تفسير، نعم يعني العقارب والنمل والصراصير، كل دي تمام. ليها حاجة ولا كلهم مثلا بيبقوا لا حاجة واحدة؟ كل حاجة لها حاجة، زي الصراصير مثلا على سبيل المثال، الصراصير جاء من الصرصار، يدل ان في كلام قيل عن صاحب المنام كلام مش كويس، ويختلف عن لون الصراصير. العقرب دائما العقرب في معظم الاحيان تكون امرأة خبيثة، امرأة لئيمة، امرأة تتكلم عنك بكلام يعني لا يجوز في شريعة الإسلام، وممكن تكون هناك امرأة تتكلم لك بكلام طيب، بكلام جميل، بكلام محسول، ولكن في قلبها أمر من المرار. تمام. والقطط والكلاب القطط تختلف، هل القطة دي هادية ولا لها ترتيب معين؟ بس بيقول لك القطة دي عدو. على حسب الرؤية، ممكن تكون القطة يدل أن صاحب المنام إنسان محبوب وإنسان مألوف، يحبه الكثير ويألفه الكثير من الناس. يعني واحد جاء في المنام يلعب مع القطة بدون ان هو انسان محبوب، لو واحد وجد مش عدو بالنسبة لا لا له لا يعني. قطة صغيرة، يدل ان صاحب المنام لو كان اعزب سيتزوج سواء انثى او ذكر، ذكر. ولو كان متزوج سيمن الله عليه بالحمل ما شاء الله. وقيس على هذا المنوال. انما لو جاءت القطة السوداء او جاءت القطة يعني تفعل افعال شديدة، يدل هناك في عدو، وممكن يبين على نوع من انواع الاذى لصاحب المنام. تمام. طيب معانا نورهان، اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت في رؤيتين عايزه اقولهم للدكتور. اتفضلي يا نورهان. اول رؤيه، انا كنت حلمت ان انا فوق في السماء، وفي ناس كتير قوي قوي كده، وكل واحد عايز يشوف مكانه فين، في الجنه او في النار. وبعدين انا فدورت، انا بقى في الجنه قلت ادور على اسم جدتي اللي هي ام ماما، تمام. فلقيت ابواب معموله من الفضه كده او النحاس، وعلى كل باب في الجنه ملك حارس يعني، تمام. واهل الجنه بيطلبوا من هم كانهم ملائكه كده، واهل الجنه دول بيطلبوا من الحارس دايره الطلبات بتاعتهم من الاكل والشرب وكده. فبعدين انا قلت انا بقى هدور علشان اسمي فين في الجنه، فبعدين لقيت اسمي في المنزله اللي هي تحت الفردوس على طول. الله. فقلت يا خساره، انا كنت عايزه اكون في جنه الفردوس. فخالتي كانت معايا وردت عليا قالت لي مش مشكله، اللي يفرق عن الجنه ديت والجنه دي ان في الفردوس ومرجان. تمام. دي اول رؤيه. الرؤيه الثانيه دقيقه بقى واحده يا نورهان. نورهان اولا جدا هنرد طيب بعد المداخله على الرؤيه الاولى. تمام. طب قولي الرؤيه الثانيه كده. الرؤية الثانية إن أنا كنت قاعدة في الأوضة بتاعت أخويا، وبعدين فجأة كده ظهر جدي. الجدي دوت لونه أسود كده في أبيض، وأعور يعني، عين بيشوف فيها وعين لأ، وقعد يبص لي كده، وبعد كده اختفى. وبعديها أنا قلت إن شاء الله ربنا هيراضيني، وإن شاء الله ربنا هيراضيني ويفرح قلبي. يا نورهان اتفضل. أنت آنسة؟ آه.
كنت مخطوبه قبل كده؟ لا. في حد اتكلم عليك من بالزواج ما حصلش منك نصيب؟ في ناس بتيجي بس ما بيحصلش نصيب. ما هو عشان العين العوره دي يا درهان. العوره؟ عشان العين العوره بتاعت الخروف. 28 سنه. لا مش هتكلم على عمرك انا، بقول لك على الخروف ان هو في عين عوره. فمعناه ان كل في عين اعور فيدل ان هناك امور مش مظبطه لك في الحياه، غير مهيئه، امور تحتاج الى ترتيب وتعديل وحكمه. اسال الله ان ربنا يحفظك من الاذى. شكرا يا نرهان، تابعينا عشان تعرفي التفسير. انما الرؤيه الثانيه موضوع الجده المتوفاه، هي في راحه وفي سعاده وفي نعيم تتمتع عند رب العالمين. يا رب. وموضوع ان هي شافت اسمها في الفردوس الاعلى او ادنى من الفردوس الاعلى، لا يدل ان هي ربنا يرضى عنها وسيرضى عنها رضاء طيب وجميل وعظيم في الايام القادمه والله اعلم. ان شاء الله. طيب كده خلصنا الرؤيه بتاعتها صح؟ هي قالت نعم رؤيتين. تمام. طيب نرجع برضو الكلب بقى. تمام. الكلب من الممكن ان يكون عدو ومن الممكن ان يكون صديق وفي، لان ربنا ذكر الكلب في القران الكريم في سوره الكهف، فيدل ان الكلب في بعض الاحيان يكون أن صاحب المنام له صديق يحبه ويعزه، وبعض الأحيان يكون لبعض الأعداء والحاقدين والحاسدين، على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي وعلى حسب لون الكلب لونه إيه، والله أعلم. شكرا لحضرتك، استمتعنا النهاردة بالتفسيرات بتاعت الأحلام والفكرة كانت ممتعة جدا. يا رب لابد إن شاء الله أستاذة سارة. الله يخليك، إن شاء الله في لقاء المرة الجاية إن شاء الله. ده شيء يشرفنا وسيدنا أفندي إن شاء الله. كنت عايزه اهني النقيب عمر عبد الوهاب وسما على زواجهم، ربنا يتمم لكم على خير يا رب، واتمنى ليكم حياه سعيده ان شاء الله. وعشان النهارده الحلقه الاخيره من البرنامج، كنت حابه اشكر والدتي ووالدي لانهم ادوني الثقه ان اكون في المجال الاعلام، واشكر اخويا لانه وقف جنبي كتير جدا ومازال بيجي معايا في كل مكان انا بروحه. وطبعا في كل حياتنا في شخص كده بيبقى فيه نائر ونقير. بشكرك يا احمد يا صلاح لانك في حياتي وقفت جنبي كتير ودعمتني كتير. بشكر الاعلامي الكبير احمد دياب، مذيع برنامج مصر الاصل، اللي احنا اتعلمنا في الاكاديميه بتاعته، الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، اتعلمنا فيها ودعمنا كتير جدا. بشكر فريق الاعداد، محمد عيد، محمد فريد، يارا، لمياء، مش عايزه انسى حد، بس كلهم وقفوا جنبي. وبشكر طبعا المذيع معايا احمد حجازي لانه بيشاركني البرنامج، ويا رب يكون البرنامج عجبكم، وان شاء الله استنوني في الفقره الثانيه، استنوا احمد حجازي في الفقره الثانيه مع المنشد الديني، استنونا بعد الفاصل.